الدرس الخامس والسادس literature writing. scam. scam هنا جاية بمعنى يغش او يخدع، وممكن تيجي noun بمعنى الغش او الخداع نفسه. لو جت verb الماضي منها scammed. scammed. بعدين عندي limited edition، يعني انت ساعات كده بتلعب لعبة بيكون اصدارها محدود، مش فاتحة كل الامكانيات ولا كل الليفلز اللي موجودة فيها. limited edition. limited edition. expensive حاجة غالية ما نقدرش نشتريها، او حتى لو هنشتريها هتكلفنا فلوس كتيرة. expensive. official seller يعني بائع معتمد. problem solving حل المشكلات. problem solving. detect معناها يكشف او يوضح، والماضي منها detected. بعدين ISEF، طبعا احنا عارفين ان الcontractions اللي زي كده بتبقى اختصار لاول حرف من كل كلمة. International ده حرف الـ I، Science ده حرف الـ S، Engineering حرف الـ E، Fair حرف الـ F. يبقى International Science and Engineering Fair معناها المعرض الدولي للعلوم والهندسة. Fair اللي هو المعرض، اهو جابها لك الناحية التانية. Fair. Awesome رائع جميل. Cautious. Cautious معناها حريص حذر زي careful كده. Cautious. embarrassed معناها محرج او مرتبك. ساعات كده الواحد يتحط في موقف يبقى محرج جدا من الناس اللي حواليه ويتمنى ان الموقف ده ما يكونش حصل. embarrassed. embarrassed. scammer هنا جبنا scam وضفنا لها er، لكن هي علشان منتهيه بساكن مسبوقه بمتحرك بنكرر الحرف الاخير قبل اضافه ال er، وهنا حولناها لشخص المحتال نفسه أو النصاب. scammer. tech اختصار technology. tech اختصار لكلمة technology. معلش ممكن يكون في دوشة في الفيديو النهاردة علشان في ناس بتنقل فوقينا هنا وشغلانة. trouble معناها مشكلة. trouble بتساوي problem. problem. scientific حاجة علمية، ودي صفة. لما أقولك scientific مثلا research معناها بحث علمي. scam. scammed. limited edition. limited edition. expensive. expensive. official seller. official seller. problem solving. problem. problem solving. detect. detected. The International أو International Science and Engineering Fair. Fair. Awesome. Cautious. Cautious. Embarrassed. Scammer. Tech. Technology. Trouble. Problem. Scientific. بيجيب لي أسئلة على المفردات. New inventions make our lives easier. عايزين نقول الاختراعات العلمية بتخلي حياتنا اسهل. فين هنا اهي scientific inventions الاختراعات العلمية الجديدة. I bought an expensive dress. انا اشتريت فستان غالي yesterday. امبارح it costs a lot of money. كلفني فلوس كتيرة اضع على المرتب. She was when she lost her friend's pen. استلفت من زميلتها قلم وبعدين اتفاجئت ان القلم ضاع منها. يا لهو على الاحراج بقى. يبقى she was embarrassed. embarrassed معناها كانت محرجة. you have to buy the car. لازم تشتري العربية. from an official seller من وكيل او بائع معتمد. listen 5 carefully معناها بعناية بحرص. ده adverb بناخد الصفة careful ونضيف لها ly. gaming forum معناها منتدى للالعاب. games console وحدة التحكم في الالعاب واخدناها السنة اللي فاتت. part time job يعني وظيفة بدوام جزئي تشتغلك اربع ساعات كده وانت بتدرس زي الجماعة بتوع الجامعة بيعملوا القصة دي. part time job. savings مدخرات. savings. shopping online التسوق من خلال النت. shopping online. seller البائع. profile الملف الشخصي. price السعر. payment الدفع نفسه جاي من فعل pay ضفنا لها ment تحولت الى noun. release يدرك والماضي released. proudly يعني بفخر وده adverb جاي من الصفة proud ضفنا لها برضو ly. carefully
جيمين فورم، جيمز كونسول، بارت تايم جوب، سيفينجز، شوبينج اونلاين، سيلر، بروفايل، برايس، بايمنت، ريليز، براودلي. بعد كده بيقول لي تراست معناها يثق، وتيجي كناون بمعنى الثقة نفسها. اقول لك تراست مي، ثق فيا، تراستد يعني واثق فيه. مسج الرسالة، وتنفع فيرب بمعنى يرسل رسالة، والماضي منها مسجد. جيمرز، لو اني انا ما بحبش الاسم دي، حس كده انها جاية من كلمة القمار، لكن هي جاية من جيم، واخد بالك برضو حولناها لاسم بإضافة الار لان هي فيها اي اوريدي وضفنا لها اس الجمع. انا بقول لك بناية الكلمة من الاساس يعني. جيمرز اللاعب، بتسمعها كتير طبعا انت. ريبلاي معناها يرد، وتيجي كناون بمعنى الرد نفسه، والماضي منها replied، بنقلب الواي لاي ونضيف اي دي. eventually معناها اخيرا، في النهاية. reviews التقييمات او الاراء، خلي بالك هنا انت بتسمع على النت يقولك review، هي عمرها ما تكون review، هي review. ليه بقى؟ لان الاي دبليو تبقى long u، review مش review. trust، message، gamers، reply، eventually، reviews. بعدين هنا بيقول لك participate معناها يشارك، international دولي او عالمي، winners فائزين، prize الجائزة، rescue يعني ينقذ زي save، vote التصويت، وتيجي فعل برضو بمعنى يصوت، مش يصوت يعني يقول يا لهوي، لا يصوت يعني نظام انتخابات وكده، develop يطور، والماضي developed، event الحدث event، catchy يعني جذاب، life jacket سترة النجاة، provide يعني يمد او يزود او يساند، والماضي منها provided، scientist العالم، loud صوته عالي، introduction المقدمة، reading difficulties معناها صعوبات القراءة، في ناس عندها بعض الصعوبات كده في التعلم او صعوبات في القراءة، participate، international، winners، prize، rescue، vote، develop، event، catchy، life jacket، provide، scientist، loud، introduction، reading difficulties. بعد كده conjugation of irregular verbs، sell يبيع، cost يكلف، begin يبدأ، read يقرأ، sell sold sold، cost ما بتتغيرش، begin began begun، read read read. study these descriptions يعني ادرس هذه التعريفات او الوصف يعني. awesome يعني ايه awesome؟ something really good or amazing، شيء ما بيكون جيد او مذهل، تقدر تقول wonderful، amazing، great، كل دي صفات موازية ل awesome. cautious، someone who does something، شخص ما هو يفعل شيء ما، slowly ببطء، and carefully وبحذر. limited edition، something of which there are only a few، يعني بيكون منه حاجة قليلة شوية. embarrassed، someone who feels ashamed، شخص بيشعر بالخجل، by something they did، بحاجة هو عملها، مش شخص، مش لازم يكون هو اللي عملها، ممكن تكون حاجة اتعرض لها، طالع على المسرح مثلا وحد كان سايب شوية مية ولا بواقي زيت على المسرح فتزحلق، هل هو اللي عملها؟ لا، بتبقى المواقف نفسها ساعات بتحطك في حاجات غريبة كده. expensive، something that costs a lot of money، يعني حاجة بتكلفك فلوس كتير. إذن awesome معناها جميل أو رائع، cautious حذر حريص، limited edition إصدار محدود مفهوش كل الإمكانيات، embarrassed محرج مرتبك بسبب موقف معين، expensive غالي الثمن. بعد كده synonyms and antonyms، بعدين بيبدأ بفيمس، وطبعا جبناها قبل كده في دروس سابقة، well known يعني معروف أو popular شعبي أو شائع، unknown غير معروف مجهول نكرة.
كاتشي جذاب للعين زي اتراكتيف نفس المعنى بالظبط، اما بورينج ممل يعني الى حد ما مش عكسها قوي يعني. ديتكت يكتشف يوضح، فايند اوت نفس المعنى، اجنور هنا يتجاهل، هايد يخفي. ساعات في بعض الكلمات بتبقى مش متطابقة 100% لكن على حسب السياق. embarrassed محرج، ashamed نفس المعنى، اما confident واثق من نفسه. expensive غالي، costly يعني ايه مكلف، valuable هنا معناها قيم تمام، ذو قيمة يعني الى حد ما المعنى مش 100% يعني مش متطابق 100%، وممكن تبقى حاجة قيمة بس سعرها مش غالي فاهمني، فما تاخدش الكلمات دي على انها مسلمات، هنا قلنا على حسب السياق. cheap يعني رخيص الثمن. cautious حذر حريص، careful بتسويها بالظبط، careless مهمل هنا دي فعلا ده المعنى المتضاد او المتناقض معاهم تماما. البرفكسز والسفكس هنا بيقول لك scammer، احنا جبنا فعل scam يا سيدي وضفنا له er زي ما اتفقنا، جبنا كلمة game هنا الاسم واخد بالك، ويعني scam هنا بيتكلم عن النصب نفسه او الغش نفسه، يبقى هنا جبنا الاسم وحولناه لشخص، نفس الفكرة game بنفس الطريقة جبنا الاسم وحولناه لشخص، اذا يبقى حولنا الاسم لوظيفة من خلال ايه؟ من خلال اضافة الـ er. بعدين pay يدفع ده فعل ضفنا له mint اصبحت دفع، يبقى mint هنا حولت الفعل الاسم. save معناها يحوش او يوفر، فضفنا لها الـ ing وشيلنا طبعا الـ e بقت saving، وضفنا لها s للجمع بقت مدخرات، هنا حولنا الفعل الاسم جمع كمان. talent اخدناها في الوحدة الاولى الموهبة، عشان اقول انك موهوب بضيف للصفة للاسم سوري ed بتبقى talented تحولت من اسم لصفة. invent يعني ايه؟ يعني يخترع، عايز احولها لاختراع ضفت ion invention اختراع عشان تعرف اصل الكلمة واللي تم الاضافة عليها بعد كده. بعدين ها بيقول لي has the same meaning as popular، طبعا famous، famous و popular الاتنين متقاربين جدا. to get the noun from the verb save يبقى هنضع ايه؟ we add the suffix، قلنا ال ing بنشيل ال e ونضيف i تبقى saving. بعدين the word embarrassed يعني محرج can be replaced with the word، ممكن نبدلها ب ashamed. the word detect is the opposite of lead find ignore hurt، يعني دي بتساوي ignore. واحد يعني انت جايب مثلا تطبيق وبتقول له اكتشف لي الاخطاء مثلا اللي موجوده في الجمل دي، مثلا اخطاء جرامرلي او سبيلنج او فتيجي عند كلمه معينه وتلاقيه واقف عليها مع انها الكلمه صحيحه، فتقول له ايه؟ اجنور، مالكش دعوه بدي، تجاهلها، يبقى اجنور عكس ايه؟ ديتكت. وي اد ذا سافكس تو فورم ذا ناون فروم ذا فيرب باي، قلنا تبقى بايمنت، خلاص دي السافكس اللي احنا بنضيفها. General notes on reading and listening. Scam, scammer. قلنا scam بتيجي كناون وبتيجي كverb اسم وفعل. Scam الغش أو الخداع. It was a scam. يا عم ده طلع مقلب. They took a lot of money from my bank account. ده سحبوا فلوس كتيرة من الحساب بتاعي. تروح بنك مصر. أنا لغيت الحساب ده زمان يعني. لقيتهم سحبين مني فلوس الدنيا، قلت لها يا ست انا عايز كشف حساب، الموظفة قالت لو شفت لك كشف الحساب هتتخض، معنى كده ان انتوا سارقين كتير، فالحمد لله لغيت الحساب. scam be careful not to get scammed by online sellers، يعني ايه؟ خليك حريص not to get scammed علشان لا تخدع by online sellers بالبائعين على النت، لكن انا قلت لحضراتكم قبل كده ان البائعين الموثوقين معروفين جدا لكل الناس، يبقى هنا سكام يغش او يخدع. اما سكامر المحتال نفسه they helped him هم ساعدوه report في انهم يشكوا the scammer، يقدموا فيه تقرير المحتال ده. part time job و full time job، احيانا طلبة الجامعات وناس منهم يعني بتحب تعتمد على نفسها بتشتغل part time job، تروح فندق تروح مطعم تروح مكان تشتغل 5-6 ساعات كده ايه تحسن من دخلها علشان تعرف تصرف على نفسها. علي had some saving from his part time job،
حاول شوية فلوس من الوظيفة اللي هي بعمل جزئي دي. I have a full-time job in a factory. أنا بقى عندي وظيفة عمل كاملة موجودة فين؟ الوظيفة دي في مصنع. والله ما هفصل، الله حتى لو جبت البياعين كلهم أنا مش فاضي. Important expressions and prepositions. يا جماعة الناس اللي بتسجل على النت بتتحارب من كله، البياعين والخبط والرزع وزيطة الجيران وحاجات كتيرة جدا. الدبانة لو أنا بسجل بالكاميرا بتعطلني، يعني المفروض إن أنا مش عارف الواحد يعني يشتري استوديو مثلا، طب اجيب منين فلوس انا استوديو ده عايز ملايين. نو no واي، غير ممكن، مستحيل. هيز ماني ووز جان، يا ساتر يا رب، ده خسر كل فلوس، ده فلس. فيل ماتش بيتر، يشعر بتحسن. ريبورت سكامرز، يبلغ عن المخادعين. سيف اب ماني، يدخر فلوس. سيف اب. فيل جلاد، يشعر بالسعاده. جلاد بنت عم هابي، واخد بالك؟ اختي بليز دي برضو. on their own، يعني بمفردهم، on their own. get attention، يجذب الانتباه، بتساوي catch والمفعول I. as fast as possible، بأسرع ما يمكن. eye catching، جاذب للعين. scientific research skills، مهارات البحث العلمي. message back، يعني ايه؟ يرسل رسالة كمان مرة. بي هاف برايس، بنص الثمن، بس انا بنضع از او ار على حسب مفرد ولا جمع. نو واي، مستحيل. على هيز ماني ووز جان. فيل ماتش بيتر. ريبورت سكامرز. سيف اب ماني. فيل جلاد. اون ذير اون. جيت اتنشن. كاتش اي. As fast as possible. Eye-catching. Scientific research skills. Message back. Verb to be, have, price. The prepositions, حروف الجر. Wait for. الله أكبر الله أكبر. ينتظر من أجل كذا. For advice, للنصيحة. At first, في البداية. For sale, الحاجة دي للبيع. لما صاحبك يكسفك كده اكتر من مرة فانت خلاص زهقت منه، تجيب ورقة وتكتب عليها فور سيل وتلزقها على ظهره. جو باي، يعني يمر بمكان. ان ترابل، في مشكلة، في ورطة. بارتسبيت ان، يشارك فيه. ورك ان جروبس، بيشتغلوا في مجموعات. سبيك اب، يرفع صوته. ويت فور، فور ادفايس، ات فيرست، فور سيل، go by, in trouble, participate in, work in groups, speak up. هنا بيقولك skills reading and listening. reading on lesson 5 student book page 52، كتاب المدرسة صفحة 52 بعنوان scammed، يعني خدع. علي read the post carefully، أرى الأستاذ علي المنشور بعناية. and then read it again، وأراه تاني كمان. no way، مستحيل. he thought، قاعد يفكر، معقولة الكلام اللي أنا بقراه ده. he was on his favorite gaming forum، هو كان في المنتدى للعبة اللي بيحبها. usually، عادة. he used it، بيستعملها. to chat to other gamers، بيستعمل المنتدى ده علشان يعني دردش مع اللاعبين الآخرين. but this morning، لكن هذا الصباح. another type of post caught his eye، يعني ايه؟ يعني نوع تاني من المنشورات جذب عينيه. in it، داخل المنشور ده. someone wanted to sell، في واحد عايز يبيع، كان عايز يبيع. a limited edition games console، يعني وحدة تحكم للعبة ذات اصدار محدود. consoles like that، وحدات تحكم بالشكل ده، were very expensive، كانوا غاليين جدا في الحقيقة. and they weren't many of them، ومفيش منهم كتير في السوق. علي wanted it، طبعا أرادهم بشدة. علي checked the time of the post، بص كده على الوقت اللي نزل فيه المنشور، لقاه 2 AM، يعني الساعة 2 الصبح، 2 بالليل يعني. it was now 8 AM، دلوقتي الساعة 8 الصبح، يعني فرق كام ساعة؟ 6 ساعات. ناس نايمة في الوقت ده. maybe he could be the first person to message the seller، ممكن هو لو بعت رسالة دلوقتي يكون أول واحد بيراسل البائع. from his part-time job، من الوظيفة ذات الدوام الجزئي. in a restaurant، في المطعم.
علي had some savings، كان عنده شوية مدخرات. He also had 500 pounds from his grandma، كان واخد 500 جنيه مصري من جدته for his birthday، علشان عيد ميلاده. He checked his account، كده عمل فحص كده للحساب. Yes he had enough for the console، يبقى انا كده معايا فلوس كفاية اشتري وحدات التحكم دي او وحدة التحكم دي. The seller had a good profile، بص كده على الملف بتاع صاحبنا البائع، لقى الملف بتاعه ممتاز. And lots of positive reviews، وفي هنا عبارة عن تقييمات للناس كلها ايجابية كتيرة، كله بيشكر فيه ويقول يا سلام ده انا اشتريت منك اللعبة قعدت معايا بتاع 10 سنين. So علي sent him a message، راح على طول بعت له رسالة. This console looks awesome، تبدو هذه وحدات التحكم هذه رائعة. Why is it half price، قول لي بقى هي ليه بنص الثمن، انا شاكك في الموضوع. The seller، ود مخربش كده، قال له replied quickly، رد عليه بسرعة. He explained that، وشرح له ان the console وحدات التحكم was a present، كانت هدية. But he already had one، لكن يعني هو عنده واحدة، فهيعمل ايه بالتانية بقى. He sent علي some photos and videos of it، وقعد ايه يغري علي بشوية صور وشوية فيديوهات ليها. Thanks، شكرا. علي messaged back، رد عليه قال له شكرا I'll take it، اقتنع علي على طول لانه كان عنده الدافع من البداية وبيحب اللعبة دي، العاطفة هنا بتغلب العقل، قال له خلاص هاخدها. The seller told علي where to send the money، قال له بص هتبعت لي الفلوس على الرقم الفلاني. انا علي made the payment، وراح علي ايه دافع على طول الفلوس. He felt excited، وحس ايه بقى ان هو متحمس جدا ومستني الوحدات تيجي. His friends would be amazed when he told them، طبعا اصحابه هيندهشوا ان هو قدر يجيب الوحدات دي بنص الثمن. Every day، كل يوم علي waited for the console to arrive، مستني يا عيني وحدات التحكم تيجي ومفيش حاجة جاية. After 3 days، بعد 3 ايام he messaged the seller، راح بعت له ايه رسائل اجين تاني، فين يا عم وحدات التحكم بتاعتنا اهي زي ما انت شايف في الصورة كده. The console hasn't arrived yet، وحدات التحكم ما جاتش لغاية الوقت، فين الدراعات يا عم. When did you send it، هتبعتها لنا امتى. Another 3 days، استنى 3 ايام تاني. وانت باي، عدوا. No reply، مفيش رد. No console، ولا وحدات تحكم. علي began to worry، ابتدى يقلق بقى. He messaged the seller again، بعت له تالت. The console still hasn't arrived، please reply، يا عم الدراعات ما وصلتش، رد علينا. Nothing، مفيش حاجة بقى. A whole week، اسبوع كامل went by عدى. And then another، وبعدين اسبوع بعدها. Until finally علي released، في الاخر علي اخيرا فهم ادرك. It was a scam، لقد كان هذا خداع وغش. He felt terrible، حس كده باحساس مش حلو. And very embarrassed، وكان محرج جدا. All his money was gone، كل فلوسه يا عيني راحت عليه، تحويشة العمر. And he had nothing to show for it، ومفيش حاجة تاني عنده. Eventually، في النهاية علي knew that، عرف أن he needed to tell someone، لازم يحكي لحد. Mom dad I need to talk to you، بابا ماما أنا عايز أتكلم معاكم. بعد ما ورط نفسه أخيرا قال لباباه ومامته على اللي حصل. علي felt much better after speaking to his parents، حس بتحسن بعد ما فضفض مع بابا وماما. They helped him report the scammer، وهم ساعدوه في انهم يشتكوا الاخ الغشاش ده، بلغوا عنه يعني. The next time، تاني مرة علي went onto the gaming forum، دخل على المنتدى. The post was gone، بص لقى البوست طبعا اتمسح. He felt glad about speaking up، so the scammer couldn't do the same thing to someone else. فهمت هنا المفروض المقصود من الجملة دي ان هو حس بشعور كويس، حس بسعادة ان هو فضح الاخ ده على المنتدى علشان محدش يقع في المشكلة اللي هو وقع فيها. He also learned to be cautious، واتعلم ان هو يكون حريص when shopping online، لما يتسوق على النت. It was a difficult lesson، كان درس صعب طبعا. But an important one، لكن كان درس مهم جدا. Over the next few months، بعد كده بشوية شهور، علي worked hard، اشتغل بجد at the restaurant، في المطعم. And saved up enough money، وحوش فلوس كفاية to buy the console from an official seller، علشان يشتريها من بائع معتمد. هتدفع كتير بس هتاخد حاجة كويسة. Remember، تذكر.
He said to his friends when he proudly showed them his new console. He said to his friends يعني بيقول لأصحابه when he proudly وهو بيوريهم الحاجة كده بكل فخر الوحدة التحكم اللي اشتراها. If something doesn't seem right لو الحاجة تبدو كده ان فيها قلق stop توقف think فكر ما تندفعش and speak to your parents واستشير والديك هم اكثر خبرة منك مهما انت عملت فيها فتك or another adult او اي شخص بالغ اخر for advice علشان تطلب منه النصيحة. It could be a scam ده ممكن يكون الموضوع مقلب وغش كبير. جميل جدا الكلام اللي احنا قريناه ده بيقولك solve it with tech يعني حلها بالتكنولوجيا. هنا بنتعلم ازاي نعمل مدونة. بيقولك المنشور اللي في المدونة لازم يكون فيه catchy title يعني عنوان جاذب للانتباه. Students lead the way الطلبة تقود الطريق. تمام. بعدين بقولك question to get attention في عنوان كده على هيئة سؤال يجذب الانتباه ايضا. Do you think great inventions هل تعتقد ان الاختراعات الرائعة only come from adults بتيجي بس من الناس الكبيرة البالغين and famous scientists والعلماء المشهورون العلماء المشهورين يعني think again فكر تاني. طبعا عنوان ده بيخلي الذهن يشتغل ويفكر ويبقى عندك حماس تعرف الإجابة ايه فتدخل تقرأ على طول. بعدين الانتردكشن مقدمة خلي بالك من العناصر اللي احنا بنقولها دي. This month 24 talented 24 موهوب هذا الشهر students من الطلبة from Egypt مصريين aged عمرهم من 14 to 18 ل 18 participated in اللي هي زي took part in لو تفتكر participated in بيشاركوا في the International Science and Engineering Fair المعرض الدولي للعلوم والهندسة in the United States في الولايات المتحدة. It's a competition هي منافسة to develop a science or engineering project علشان نطور المشاريع العلمية الخاصة بالعلوم والهندسة. That solves a world problem ده بيحل مشاكل العالم. Students from 80 countries طلبة من 80 دولة participated شاركوا in the event في الحدث. They have to use their scientific research skills لازم يستخدموا مهارات البحث العلمي and work in groups ويشتغلوا مع بعض or on their own أو بمفردهم. Winners الفائزين can study for one year ممكن يدرسوا لمدة سنة in the United States في الولايات المتحدة. This year هذا العام Egyptian students طلاب مصريين won many prizes فازوا بالعديد من الجوائز for their inventions من أجل اختراعاتهم. Some of them had great new ideas في منهم كان عنده أفكار رائعة for technologies من أجل التكنولوجيا that solve problems واللي بتحل مشكلات. بعدين list of examples يعني أمثلة هنا عبارة عن قائمة من الأمثلة. Some project ideas بعض أفكار المشروعات in the competition في المنافسة. A smart life jacket جاكيت كده للإنقاذ بيكون من النوع اللي هو عامل زي السمارت فون يعني كده كأنه كمبيوتر بيبقى فيه مستشعرات وكده. That can help people تقدر تساعد الناس in trouble اللي موجودين في مشكلة at sea في البحر to be rescued علشان يتم إنقاذهم as fast as possible بسرعة قدر الإمكان يعني الجهاز ممكن يكون بيرسل إنذارات أو حاجة زي كده. A technology that cleans dirty water in a way that doesn't hurt the planet يعني بيقولك هنا في حاجة تكنولوجية كده بتساعد تنقية المياه بدون ما تأذي البيئة. ده من المنيا عندنا كانت في حد عملت المشروع ده فعلا وسافرت أمريكا اكتشفت نبات بفلتر المية نبات طبيعي. A mobile phone app that can detect when a student has reading difficulties and help them. موبايل فون اب يعني تطبيق للهواتف المحمولة يقدر ان هو يكشف او يكتشف when a student has reading difficulties لما يكون عند الطالب صعوبات تعلم يقدر يساعده. Which new technology ايه هي التكنولوجيا الحديثة do you think تعتقد is the most important هي الاكثر اهمية why ولماذا. Please add your votes يعني ضيف انت ارائك votes هنا التصويت يعني in the comments box في صندوق التعليقات. Call to action call to action يعني ايه بعد ما بتكتب الحاجة بتقول للمتابعين انهم ياخدوا اكشن مع المنشور عشان يتفاعلوا معاه. كومنتس وهنا جايب لك الخانه اللي الناس هتكتب فيها. يبقى احنا كده فهمنا المدونه بتتعمل ازاي. عندنا كاتش تايتل من فوق هنا اهو وبعدين هنا كويستشن تو جيت اتنشن سؤال لجذب الانتباه المقدمه الانترودكشن صور بتوضح الموضوع ليست اوف اكزامبلز يعني هنا عباره عن قائمه من الامثله وكول تو اكشن في النهايه.
جزء السكيلز ده انت بتعمله بس بدون يعني تفكير علمي او بتفكر الخطوات ازاي، انت بالبديهيات كده لما بيسألك مثلا في الفقرة يقولك كم عدد الافراد الاسرة اللي تم الاشارة اليهم في الفقرة، فانت بتعد بتشوف كم براذر كم سيستر وهكذا، صح؟ هنا انت بتطلع النمبرز. لما بيسألك عن تاريخ معين الديتس انت بترد والله تقول الحدث ده حصل في التاريخ الفلاني. لما بيسألك عن الأوقات مثلا يقولك we visited the zoo last week، فهنا بيسألك when did they visit the zoo وهكذا. فإزاي إحنا نطلع الـ specific information دي زي numbers with dates and times، المعلومات المحددة دي. بيقولك learn اتعلم sometimes we have to find numbers in a text، لازم نطلع أرقام من النص. زي إيه؟ information in number form، المعلومات اللي بتيجي في شكل ارقام زي ال quantities الكميات، dates التواريخ، times الاوقات. first في البداية look at the question، بص على السؤال اللي هيجي على الفقرة to see what type of number it asks about. هنبص كده على السؤال علشان نعرف ايه نوع الرقم اللي هو عايزنا نجاوب عليه. The question word كلمة الاستفهام can help you، تقدر تساعدك decide this انك تقرر. How many يبقى اكيد بنسأل عن عدد عن numbers، صح؟ When بنسأل عن time، متى يبقى بنسأل عن dates و times. How much اكيد بنسأل عن quantities لان الكميات بنسأل عنها how much. Think about، فكر في. How we usually express numbers of this type، يعني فكر ازاي نعبر عن الارقام اللي بتيجي من النوع ده. Look for them in the text، يعني دور عليهم في النص. وبعدين بيديك مثال. When did the seller post the advertisement؟ امتى نزل الاعلان؟ فاكر كان الساعة 2. How much did Alice grandma give him for his birthday؟ انا فاكر كانوا 500 Egyptian pounds، صح كده ولا انا غلطان؟ بعد كده هيبتدي يسألنا عن الفوكاب، وهنا speaking asking about scamming online، هنسأل عن الغش عبر الانترنت. What is a scam؟ ما هو النصب او الاحتيال؟ It's being tricked، هو ان يتم خداعك by someone online، عن طريق شخص ما عبر الانترنت. How were you scammed؟ كيف تم خداعك؟ I saw an online advertisement، والله اخويا انا شفت اعلان كده على النت، to sell a very expensive console، بيبيع وحدة تحكم سعرها عالي جدا for half price، بسعر النص تقريبا. So لذلك I decided to buy it، قررت ان انا اشتريها. But it was a scam، لكن الموضوع كان غش احتيال نصب. Why did you trust the seller at first؟ طب وايه اللي خلاك وثقت في البائع من البداية؟ Because I checked his account، لان انا فحصت الحساب بتاعه. It was a good profile، كان الملف بتاعه جميل. And there were lots of positive reviews، وكان في تعليقات ايجابيه كتير. طب هو ممكن يكون يدخل باكتر من حساب وهو اللي بيعمل التعليقات دي لنفسه. بعدين بيقول لك a blog، when you are writing a blog post، لما تنزل منشور على المدونه. think about، فكر في. what you need، اللي انت محتاجه to make the blog، علشان تعمل المدونه دي وتكون interesting for readers، شيقه للقارئ. how we organize our ideas using blog features، ايه بقى سمات المدونه وننظمها ازاي؟ بلوك فيتشرز، سمات المدونة. كاتشي تايتل، قلنا عنوان جذاب. ذا تايتل، العنوان should be exciting، لازم يكون مثير للاهتمام. ان اي كاتشي، ويجذب العين. كويستشن تو جيت اتنشن، سؤال جذب الانتباه. اسك ان انترستنج كويستشنز، غالبا الناس بتبقى متحفزه انها تغير الموضوع تقلب، لكن لما تساله سؤال يبتدي يفكر فهيفضل معاك. انتدكشن، مقدمه. بروفايد كلير انفورميشن، ادي معلومات واضحة. in your first paragraph، في الفقرة الأولى. دايما في ناس ما تحبش تتكلم غير في آخر الفيديو، بتبقى مملة. list of examples، ادي أمثلة على شكل قائمة. use image، استخدم صور and lists to make reading easy، وقوائم علشان تخلي القراءة أسهل. call to action، خلي الناس تعمل action، تتفاعل مع المنشور. ask readers to respond، اطلب منهم انهم يردوا على اللي انت كده. تحياتي ليك ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.